تحت قيادة ثلاثي التحكيم السيد قاسم لاسانا وعبد الرزاق محمد أحمد وإسماعيل موسى با من جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة. الركنية الثالثة صالح المولودية. هذه المرة الجاية اليمنى نشوف رجوع لاعبي يوس كوري في المنطقة قيادة الكابتن عثمان ديوف أمبو. رقم 4 الزرقاء ربما راح يصوب فعلا وهدف، هدف جميل جدا حقيقة، ربما فاجأ الجميع حتى المتفرجين حقيقة، لقطة جميلة جدا ويتسجل الهدف الأول في اللقاء عن طريق اللاعب بن زرقاء بتصويبة محكمة. ونشوف الإعادة حوالي 20 متر عن مرمى الحارس دودلي، يفاجئ الحارس ربما ما كانش ينتظر في هذه التصويبة، وبذلك فريق مولودية طهران يعدل النتيجة لتصبح هدف مقابل هدف في المجموع وهدف مقابل صفر فيما يخص هذه المقابلة العودة. حكم المقابلة السيد قاسم لاسانا يلعب في الوقت الضائع، وهجمة معاكسة خطيرة لصالح الفريق الضيف الجناح الأيسر، لكن دفاع لحسن حظ عمر بلعتوي يتدخل ويبعد هذه الكرة عن طريق بن زرقاء اللي يبذل في مجهود كبير ويحاول يربط ما بين الوسط والدفاع، وغلطة لمصبيح الهدف الثاني بالفعل، غلطة من دفاع الفريق الضيف اليوس كوري. و 46 دقيقة من الشوط الأول وهدف جميل بعد متابعة مصبيح. صبيح معروف عنه أنه قلب هجوم، يتابع كل اللقطات وتابع في هذه اللقطة الغلطة اللي ارتكبها وسط دفاع فريق اليوس كوري. بنزرقا تنفذ ناحية بوكسيسا في الوسط، ترجع إلى بنزرقا من جديد، بنزرقا اللي بذل مجهود كبير اليوم في الحانة ناحية وخطيرة هذه الكرة، صبيح ناحية مزيان اللي يضيف الهدف الثالث، ولقطة جميلة كانت البداية من وسط ميدان المولودية. بنزرقا اللي قام بمجهود كبير اليوم، فتحة ناحية قايد اللي برأسية ناحية مصابيح يتوغل ثم يفتح تمريرة جميلة، ما كانش الأنانية هذه الإعادة، قايد أو مزيان ناحية مصابيح، مصابيح ما كانش عنده الأنانية، يراقب كورتو ثم يرجعها إلى مزيان ليضيف الهدف الثالث، هدف جميل فعلا. ناو قريب منا مختار الشرقي، مختار الشرقي لاعب معروف، لاعب سابق ومدافع قوي، لاعب دولي كذلك ما نساش في تقريبا 75 76 كان في الفريق الوطني، لاعب سابق في مولودية طهران وفي الفريق الوطني، وربما بعد نهاية هذه اللقطة والهدف الرابع، نعم الهدف الرابع نعم لصالح مولودية طهران، والنتيجة تصبح 4-0 من إمضاء بوكسيس هذه المرة الهدف، الهدف الرابع في الدقيقة 20 من الشوط الثاني، إذن النتيجة تصبح أثقل لصالح مولودية طهران.